النهاردة معانا بقى في فقرة فيها حاجة حلوة، هنسافر كده لمرسى علم. الحقيقة مرسى علم من أجمل الأماكن اللي موجودة في مصر، حتى بيطلق عليها مالديف الشرق الأوسط، من أجمل الأماكن. أنا فعلا يعني لسه أنا سيئة الحظ إن أنا لسه ما روحتش زرتها، نفسي جدا 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 أروح أزور مرسى علم، لأنها يعني بتمتلك كل مقومات الجمال، الطبيعة والبحر والبسين اللي هو الطبيعي اللي بيسموه بحيرة النيزك، وكمان الشمس والهواء والروقان والجمال، يعني حاجة كده قطعة من الجمال على أرض مصر. ولكن احنا النهارده معانا نموذج ايجابي، سيده مصريه قررت انها تتطوع انها وتقوم بجمعيه اسمها بمرسى علم لتنظيفها، انها تقوم بتنظيف البحار وشواطئ المدينه دون مقابل مادي. هي كده بتحاول، عندها يعني الدافع انها تحافظ على الطبيعه وعلى الجمال، وانها كمان ده هيساعد اكتر ان هو يجلب السياحه، لانه السائح اول ما بينزل اول حاجه بيركز عليها حاجتين، النظافة والالتزام، فده طبعا بدوره هيزود السياحة أكتر، لأنه في الأول وفي الآخر جزء من يعني التسويق هو الورد اوف ماوث، أو اللي هو إن أنا أقول لغيري أما أروح أكون أنا زرت مكان، أقول لهم يا جماعة المكان ده حلو المكان ده وحش، فبالتالي الصورة اللي هنتركها في ذهن السائح وهو في مصر ولما يرجع بلده دي مهمة جدا جدا جدا. تعالوا نعرف بقى من الأستاذ عفاف أحمداني نائب رئيس جمعية شباب مرسى علم. صباح الفل عليكي ويا بختك قاعدة في مرسى علم. صباح الخير يا فندم، صباح الفل، نورينا وتشرفينا وشكرا جدا على الكلام الجميل اللي قلتيه على بلدنا ده، نتمنى تزورينا ان شاء الله. ايوه هاجي وحزوركم، لانه بجد من الاماكن اللي انا لما بشوف في صورها كده بقعد اقول لازم اجي ازورها، بس هو الظروف لسه يعني مش سامحه. ولكن احكي لنا عن مبادرتك بقى، انك نزلتي بدون مقابل مادي، قررتي انك انت تنظفي الشواطئ والمدينه. والله الحقيقه احنا عندنا هنا حضرتك اكيد عارفه او يمكن ناس كتير مش فاهمه، احنا الموضوع بتاع ان احنا ننظف الشواطئ ده ليه ابعاد تانيه كتيره جدا بتاثر بالسلب على السياحه، وعلى السياحه دي عايده على الشباب عندنا، اغلب الشباب عندنا شغالين في السياحه، غير طبعا المنظر العام والكلام ده. فاحنا فكرنا انا ومجموعه من الشباب، شباب مرسى علم، ان احنا كل فتره ننزل على البيتشات وننظفها. استهدفنا الفتره اللي بعدها ان احنا ناخد الاطفال الصغيرين ان احنا نعلمهم ازاي انا يحافظوا على بسقف لك المكان. لو انت مش شايفاني. تسلميني. ها ازاي ان احنا نخليهم الشباب الاطفال من هو صغيرين انمي فيه حته الانتماء للمكان اللي هو عايش فيه وانتماء لبلده، ان هو ما يرميش من البدايه، ما استناش لما يبقى البيتش وسخ واشيل، هايل. لا انا اخلي الطفل نفسه ازاي لما يشوف حد بيرمي حاجه لا ما ترميش حطها هنا عشان دي بتاثر على الاسماك عندنا. صح. الاكياس البلاستيك دي لما بتنجرف مع تخنقهم. الميه في البحر بتأثر على السلاحف، بتقتل الأسماك، بتكسر الشعب المرجانية اللي بتنمو في آلاف صح. السنين، كل ده بيأثر على الدخل بتاعنا، يعني لأن السياحة بتعمل دخل لمصر، السياحة بتنمي المنطقة عندنا. عايز أقولك إن إحنا كنا بلد كانت حزينة جدا، يعني كان المكان مميت في فترة كورونا، لو وده أزمة عالمية ملناش إيد فيها. اه لا ما انا عارفه، انا بقول لك تخيلي البلد نفسها احنا كنا عاملين ازاي، احنا مش شايفين سياح، مش شايفين ناس، المنظر عموما يعني انا عايزه بتتكلم اقول على لك ان انه اللي بتعمليه ده ليه بعد اقتصادي وسياحي واجتماعي واخلاقي وبيئي، لانك بتحافظي على بعض الكائنات البحريه اللي من جدا. انقراض نتيجه انها ممكن نتيجه الاكياس البلاستيكيه انها ممكن تخنقها، وغيرها وغيرها من الفوائد. قولي لي طيب، انتوا بتنزلوا على الشط بس ولا بتنزلوا برضو جوه الميه بتنظفوا وبتعملوا ايه؟ لا لا احنا بنعمل مبادرات، بيبقى معانا غطاسين زمايلنا وناس موجودين مرسى علم، بننزل نعمل حملات تنظيف تحت الميه، بنعمل غطسات تحت المية، والغطسات دي بنشيل بقى بنلاقي حاجات كتيرة جدا لازقة بقى في الحمام، الشعب المرجانية، في في الحيوانات. حاجات زي كده، الأزايز البلاستيك برضو بتنجرف مع المية، بنلاقي الحاجات دي كلها موجودة. فالحمد لله يعني أنا الناس اللي موجودة معانا هنا كلها
متفهمة ومتطوعة للموضوع وحابينه جدا، يعني كل اللي بيروح معانا بيبقى حابب قوي الموضوع، كم شاب فبيحس ان متطوع هو حاجة. معاكي والأطفال؟ ده احنا عندنا أعداد مختلفة، يعني احنا كل فترة بيطلع معانا جروب مختلف عن التاني. هايل هايل. يعني يعتبر كل الناس اللي موجودة وأغلب الناس اللي موجودة، حتى اللي بيسمع بيجي المرة التانية يطلع معانا. فالحقيقة عدد كبير موجود فاهم طبيعة المكان وحاسس بقيمة المكان اللي هو عايش فيه. يعني طب والأطفال ردود فعلهم إيه؟ إيه التفاصيل؟ بيعملوا إيه؟ يعني بتشوفي إيه الكلمات مثلاً اللي هم بيقولوها بتحس إنه لا اللي بتعملوه ليه إمباكت قوي جداً على الطفل؟ لا حقيقي في، يعني انا عايزه اقول لك ان احنا يعني لما عملنا المبادرات دي مع عدد من الاطفال، بعدها كان في اليوم العالمي للبيئه، وده كنا بنعمل احتفاليه مثلا وسط البلد وكده، فبنلاقي الاطفال الصغيره من نفسهم بعد ما تخلص الاحتفاليه يجمعوا كل الحاجات اللي وقعت في الارض والاكياس والكلام ده، يروحوا راميينها في الباسكت. يا مع احنا حبايبي وسط البلد يعني احنا مش على البيتش، فلاقيهم بقى جايين، بصي يا مس احنا، بصي احنا نظفنا المكان، مكان ورانا اهو، واحنا نفسنا ما كناش بنرمي، الناس اللي رمت احنا شلنا مكانها. فده دي حاجه كانت بتفرحنا جدا يعني. وغرستي فيهم قيمة التطوع، انه اساعد الاخر بدون مقابل المادي. حقيقي. حقيقي دي كلهم مهمة. كده. انا بحييكي بشكل كبير جدا جدا، لانه المبادرة دي زي ما قلت هي متعددة الفوائد والجوانب، ليها جوانب متعددة وزوايا مختلفة، كل واحدة فيهم يعني تستحق الحديث عنها ساعة، الجانب البيئي والسياحي والاقتصادي والأخلاقي والغرز الانتماء وثقافة التطوع، يعني شيء الحقيقة رائع، حماية البيئة والكائنات البحرية. فطبعا أنا بحييكي وبحيي كل الشباب اللي بيساعدوكي وبيعملوا ده، يعني في مكان من قطع الجنة على أرض مصر. بشكرك الأستاذة عفاف أحمداني، وبشكر كل شاب وشابة بيشاركوا في هذه المبادرة، لأنه فعلا يا جماعة أنك أنتوا تنزلوا وتعملوا حاجة تنظفوا بيها. وعايزة أقول لكم بقى، يعني أنا ممكن الجانب السياحي، الجانب الاقتصادي، كل ده يعني جوانب مهمة ممكن أتحدث عنها بعدين، بس أنا عايزة أخد الجانب البيئي، لأنه الجانب البيئي في فكرة أن أنا ما ألقيش أي شيء على الشط او البلاستيك تحديدا، لانه البلاستيك من الخامات اللي يعني ما بنتخلصش منه غير بعد الاف السنين، هو ده الماتيريال بتاع البلاستيك، فلما بترموه في البحر بيفضل قاعد في البحر بيخنق الكائنات البحريه. خشوا شوفوا الفيديوز بتاعه الاسماك اللي بتبقى والحوت مثلا، يبقى بطنه كلها مليانه بلاستيك ومات بسبب الموضوع ده. السلاحف اللي بنخرج من مناخيرها الشاريمو والكياس البلاستيك بتموت وبتنقرض، وده انت على فكره هيأثر عليك في الاخر. عايزه اقول لكم ان البلاستيك ده ماده سامه، لما بياكلها وبيتجزأ لاجزاء صغيره بعد تحليله، لما بياكلها السمك الصغير ده، هو السمك بيحمل هذه السموم، بتيجي في الاخر تدور وتلف تيجي انت ليك كانسان فبتاكله فبيضرك. عشان كده احنا بنقعد نقول في بعض الامراض مش لاقيين لها اسباب، ليه؟ بسبب ده. فانتوا ارجوكم يا جماعه، حتى انا بشجع انه نقلل استخدامنا للبلاستيكات، لانه نستخدم الحاجات الورقيه، نستخدم الحاجات الكرتون، الحاجات البلاستيكات نستخدمها اللي هي مش السنجل يوز اللي هي استخدام المره الواحده، لا نستخدم الحاجات اللي هي بلاستيك اللي متعدد الاستخدام. كل ده وعي وثقافه لازم احنا نعرفه، لانه انا قريت ابحاث عن البحار في العالم كلها، انه بعد كام سنه، بعد اقل من 100 سنه، البحار دي كلها هتمتلئ بالحاجات اللي هي البلاستيك دي، وهتخرق الحياة البحرية. عشان كده العالم كله دلوقتي في المؤتمرات الدولية بيتحدث عن قضايا البيئة والتوعية بالموضوع ده. عشان كده لازم نغرس جوه أولادنا فعلا الثقافة دي، إنه يحافظ على البيئة بتاعته، لأن هو ده اللي هو يعيش فيها هو وأولاده وأحفاده. فده شيء مهم جدا جدا جدا، وبحيي كل الشباب اللي بيعمل هذه المبادرات، لأنه مبادرات عظيمة جدا.